بيستعد الفنان تامر حسني لاستقبال ردود أفعال الجمهور على فيلمه الجديد تاج، واللي البعض بيعتبره أول فيلم سوبر هيرو مصري، وهو من بطولة وتأليف وإنتاج الفنان تامر حسني نفسه. ما كانش فاضل غير إنه يلعب بقية الشخصيات في الفيلم. تامر من النجوم المعروف عنهم تعدد المواهب وخفة الظل، كمان النجاح كممثل وكمغني، وده على مدار سنين فاتت، وما زال مستمر في النجاحات اللي بيقدمها. لكن مع ذلك في بعض الأزمات اللي اعترضت طريق فيلم تاج لحد قبل عرضه بساعات. تامر داخل منافسة طاحنة في موسم عيد الأضحى المبارك، وكل سنة وإنتم طيبين، وده مع عدد من النجوم والأفلام الثقيلة جداً زي فيلم بيت الروبي اللي بيلعب بطولته الفنان كريم عبد العزيز والفنان كريم محمود عبد العزيز، واللي بالفعل بدأ عرضه في السينمات، وكمان بينافسه فيلم مستر إكس، وده من بطولة النجم أحمد فهمي، إلى جانب فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام، وفيلم الجواهرجي لمحمد هنيدي، والبابا لأمير كرارة. يعني بنتكلم إن نجوم الصف الأول كلهم مشاركين الموسم ده، يمكن بس اللي بيغيب هو الفنان محمد رمضان، وده كان مشارك ولكن لعدم انتهاء التصوير تم تأجيل عرض الفيلم لشهر يوليو القادم. فيلم تاج بيتكلم عن حياة التوأم تاج وهارون، واللي بيمروا بمجموعة من الأزمات، وكل واحد فيهم عنده قوة خارقة، وطبعاً هو من النوع الكوميدي مع محاولة لتقديم بعض لمحات من الخيال العلمي. تاج بيشارك في بطولته إلى جانب الفنان تامر حسني طبعاً، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، من إخراج سارة وفير، وبيقدم فكرة مختلفة عن كتير من الأعمال اللي نازلة في الموسم ده. يمكن فيلم تاج اتعرض لمجموعة من الأزمات، كان أولها اعتذار أكتر من بطلة عن المشاركة في العمل، وكان أولهم الفنانة مي عمر واللي كان المفروض تقدم دور البطولة في العمل، كتبت على حسابها على إنستغرام: للأسف حصل تغييرات في مواعيد التصوير، واتفقنا أنا وتامر حسني إننا إن شاء الله نتقابل في عمل تاني قريب. بعد مي عمر وقع الاختيار على الفنانة هنا الزاهد، ولكن هي كمان اعتذرت بسبب إن الوقت مش مناسب لتعارضه مع مواعيد تصوير تاني. لكن بعد كده تم التعاقد مع النجمة دينا الشربيني، وده علشان تقوم بالدور، وقد كان، وبقت هي شريكة تامر حسني في بطولة فيلم تاج. تاني الأزمات اللي اعترضت فيلم تاج كان الإعلان بتاع الفنان أحمد التهامي إنه صاحب فكرة فيلم تاج وإنه مسجلها باسمه. أحمد التهامي كتب على حسابه على فيسبوك وقال: أنا سكت كتير عن حقي علشان ما زعلش حد مني، اتشلت من أدوار كتير وقلت مش مهم، ولحد دلوقتي مش واخد حقي الفني والأدبي والمادي اللي يليق بمجهودي وتعبي في مشواري الفني، وقلت كل شيء نصيب والحمد لله على حب الناس. تابع التهامي في منشور وقال: أنا أول واحد من 10 سنين فكرت في فكرة البطل الخارق، وطول الفترة دي كان يتسرق أجزاء من الفيلم وأقول عادي، إنما التوأم الخارق دي بتاعتي ومسجله في المصنفات والشهر العقاري. تامر صاحبي وأخويا وأكيد ما يعرفش المعلومة دي، أرجو رسالة توصل له، لأنه أكيد في ناس كتير مؤذية، وحسبي الله ونعم الوكيل، أنا حاولت أوصل لتامر حسني وما عرفتش. وخلال الساعات اللي فاتت حذفت الرقابة خط درامي من فيلم تاج، واللي كشف ده الطبيب حسام الديب، واللي كان مفروض مشارك بمشهد في العمل ولكنه فوجئ بحذفه من الفيلم، وكتب منشور على صفحته وقال فيه: للأسف تم إبلاغي بحذف مشهدي في فيلم تاج لأسباب خارجة عن إرادة الجميع، حبيت بس أقول لكم علشان محدش يتفاجئ يوم العرض. كمان خلال الساعات اللي فاتت تم تداول معلومات عن حذف الرقابة لبعض الأجزاء من فيلم تاج، واللي بتحمل مجموعة من الإيحاءات الجنسية، ويمكن ده ظهر في الإعلان التشويقي للفيلم اللي صدر من فترة، وكان واضح فيه إن تامر لعب على الأجزاء اللي فيها إيحاءات من باب الكوميديا، ويمكن دي حاجات أفلام كتير بقت بتعتمد عليها دلوقتي، خصوصاً أفلام العيد، لأن النوع ده من الإفيهات بينجح مع جمهور السينما، وإن كان بيكون مؤذي للجمهور العائلي بعد كده، ولما بيتعرض الحاجات دي في البيوت وبيتابعها الأطفال وغيره. من الحاجات اللي اتقالت على فيلم تاج كمان، واللي ما تعتبرش أزمة يعني، كان تعليق الفنان أحمد فهمي على فكرة إن فيلم تاج أول سوبر هيرو مصري، وقال إنه مسلسل الرجل العناب كان بيقدم ده قبل تامر حسني، وإنه هو أول واحد يقدم البطل الخارق في عمل مصري.